باشن فروت. نعم. انا صراحه مؤخرا مهتم بموضوع الزراعه وبتواصل معك من فتره لفتره، لانه في عندي يعني زي ما تقولي مساحه كويسه يعني عند البيت، وبتعرفي انا بظن ابن سهل حوران، وموضوع الزراعه عندنا موضوع يعني هام جدا. الباشن فروت احكي لنا عنها بالتفصيل، لاني صراحه يعني حاب انه بلش الله يعني حطينا لنا شتله بهالدار. بدي ازرع بذيال الدار شجرتين باشن فروت. يعني انا هيك لخبطتوني وعن جد مبسوطه فيكم كثير. الله يسعدك. الله يسعدك يا رب. يا رب. الباشن فروت او الباسي فلورا او المس فلورا، يعني هلا لما بنروح على المشاتل هذه اسماء لما تقولهم مس فلورا بيعرفوها. الباشن فروت زي ما تفضل الشيف هي فاكهه استوائيه. تمام. وزي ما شفتوا منظرها، وبتوافقوني على الريحه كمان، يعني اول ما فتحها الشيف قبل الهواء مش معقول الريحه شو قويه. طيب مش معقول شو زاكي كمان. بالضبط صح. بالضبط الحموضه الحلاوه اللي فيه هاي. هلا الباشن فروت من اصل استوائي. تمام. يعني بدها دفى. هلا هاي النبته وهذا الحب خلينا نقول اكثر هو من منطقه سحم الكفرات. اوكي. بإربد. بعد اربد. بإربد. اوكي او تمام. بإربد. تمام. هاي المنطقه دفى. فهذا مزروع فيها. شو مرتفعه سحم الكفرات؟ ما حاميه، انا رحت زرت فيها والله. دفى كثير. بس لتصحيح المقوله مش دفى، كانت السنه هي حريقه. يعني اذا عمان حريقه مش دفى يعني. طيب شكرا للايضاح. نار نار الدنيا. فعشان هيك هي هلا استوت. يعني اللي معكم هيك مستويه. تمام. هلا عندي انا بموقع بعمان لكن خضره لسه. تمام. تمام. هلا بدنا نحكي شو بدها. بدها حراره، فبالتالي هي مرات او الافضل تكون بالمناطق الحاره. تمام. زي الغور. تمام. العقبه اظن الغور بتشفر. الغور اتوقع جو مناسب جدا لها، كون استوائيه كونه كمان شتاء. الغور مش الشتاء الحلو في الموضوع. تصديقا لكلامك انها بتعطي احيانا مرتين، يعني انا جماعه من سحم نفسها قالوا لي انها بتثمر بشهر 5 عندهم، وهلا زينا هلا عندنا بعمان ما بتعطي بشهر، يعني بالربيع بتبلش تدفع. اذا هي مزروعه من قبل، لانه بالشتاء انا بحكي هلا من تجربه، انا زارعتها بالموقع اللي حكيت لكم عنه بعمان. تختفي سمير، ببطل اشوفها بالشتاء. بالشتاء ما بشوف فيها نهائي، ما بشوفها ولا حتى الساق تبعتها. يعني ممكن اذا دورت تلاقي الساق الصغير. اوكي. بعدين بيوم وليله ما بعرف كيف، بس ترتفع الحراره بتصير بتكبر وبتعطي نموات قويه. هاي قديش يعني هي مثلا هاي اللي قدامنا قديش؟ هلا هاي انتاج السنه، لانه انا قلت لك هاي من سحم، فبالتالي هم حجمها شو بصير؟ يعني نحكي عن شجره كامله. شجره عمرها معرش اذا بدك. معرش زي معرش الدوالي يعني، مش بالقوه هديك لكن. أوكي. بس يعني بدك تحطي لها معرش، وبدك تضلك بدها سبورت سيستم، بدها إشي تطلع عليه، وبدك تجنبي يعني مثلا تطلع على فرع واحد انت مجنبي. هيك من هون هلا هذا الحكي طلعتها على الصح. اوكي. هلا احنا زرعناها السنه. خلينا نقول انه سمير زرعها السنه. تمام. بالشتاء تعبت للاخر حسب المنطقه سمير، وهو الموضوع نسبي كمان. اوكي. تيجي على السنه اللي جاي اذا صارت مع سنين تصير مالتي ستيم، عباره عن فروع كثيره. ما بدي اخليها على هاي الفروع كثيره، بدك تقوي لك فرعين. بدنا بالضبط هذا الكومن سنس تبعنا للمزارعين والفلاحين. فانا ليش اخليها مليون فرع؟ لا، بخليها على فرعين ثلاثه. تمام. هذا هو التقليم اللي انت سالت عنه. تمام. هلا مع النمو وقوه النمو والعنايه، واذا عم بتسمدها كمان راح تحس انها صارت تدفع بطريقه يعني لفوق. عملاقه. فاحنا بدنا نعمل تريمينج حتى لو هلا ما عندنا مشكله. هلا هي حامله، انت شفتها الحامله. هاي الحبه هي هون. طيب بعدها خضره. احنا عشان بس معنا ظل دقيقه. بالسقيه بدها مي كثير. بدنا ننتظم بالري، وبدنا بنقدر نزرعها بقوار، لانه عم بجمع لك الاسئله اللي الناس بيسالوهم. بدنا نزرعها بقوار بتربه مخلوطه. واخر معلومه طبعا تفضلي، اصل اي نبته او معظم اصول النباتات اما بذره او عقله. طبعا. حلو. الباسي فلورا اذا عملت من بذره ما بتكون ناجحه، بتعطيني خضار ما بتعطيني حب. أوكي. عشان هيك بتصير تزهر وتكت. فبدك من العقل اللي هي كمان هلا بنقدر نعملها بشهر 9 و10 بتعمل العقل بالبيت. يعني زي الدوالي تقريبا. زي الدوالي بتعطيك حب. كم عقد بتحطي تحت ولا 10 سم زي قلم رصاص هيك. تمام. ليه؟ لانه هي ساقها من جوا حسها سمير فاضي. عرفت؟ فمشان هيك نسبة نجاحها مش. سؤال من عبد الله قال ورقها باللف زي الدوالي مع رز. عبد الله. عبد الله ولا اكيد الله عمره بنوز ما بحش جورة. عن جد يا عبد الله جد. وامراضها اللي هي الامراض اللي احنا معتادين عليها، يعني اذا بدي اقول لك ما حفار الساق والصبغ ولا ما عندها سؤال. ممكن من وصدقني جدا قليل. ما بتتحمل يعني. كثير بتتحمل كثير. تمام. وازرعوها وما تخافوا وكلوها وراح تنبسطوا وتدعوا 100%. تمام.
في ناس بيقولوا زارعينها لهسه ما اثمرت الا بيكون في يعني الاصل كمان الاصل بذره والاصل ولازم يوصلها شمس. كمان تتواصلوا مع الدكتوره امل جيمري وتسالوها الاسئله اللي بدكم اياها وانا واثق انها راح تجاوبكم. الله يسعدك يا دكتوره. عفوا ايتها المهندسه الزراعيه الرائعه. شكرا جزيلا يعني نورتينا في المطبخ. شكرا لكم انت والباشن فروت. شكراً. وعيد ميلادك كمان. الله يسعدك.